أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضرورة التصدي بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، وقال الملك سلمان في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا. وجاء ذلك قبيل انطلاق قمه الدوره الرابعه عشر لمؤتمر القمه الاسلاميه في مكه المكرمه واستضافت مكه قمتين طارئتين واحده عربيه واخرى خليجيه لبحث التحديات التي تواجهها المنطقه منها التدخلات الايرانيه في شؤون الدول.